عامر محمد عبد الرحيم المريد، مؤسس شركة أروما دي لاموري للعطور. كانت بدايتنا في عام 2019، وتحديداً في 28/1/2019 بدينا في أول أفرعنا في إمارة أبوظبي، وتحديداً في فرع مكاني مول الشامخة. هنا كانت انطلاقتنا، ومن ثم بدينا في عمليات التطوير، وبدينا في عمليات الافتتاحات، لين اليوم وصلنا في عام 2022 إلى 17 فرع. واليوم نفتح أول محلاتنا، لأن كانت بالعادة نحن نفتح عبارة عن كشكات في كافة إمارات الدولة. عندنا في دبي، في أبوظبي، في العين، في عمان، في الفجيرة، في رأس الخيمة، في أغلب إمارات الدولة، وفي أكبر مولات الإمارات. عند بدايتنا كان عندنا رؤية بأن نكون من أفضل 5 شركات عطور إماراتية محلية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم في الخطة الثلاثية حققنا هذه الرؤية اللي نحن كنا نبغي نسعى لها. طموحنا المستقبلي واللي نسعى له في نهاية 2022 أن نحن نتجاوز 20 فرع إن شاء الله بإذن الله، ونسعى إلى افتتاح أول أفرعنا في دول الخليج. نحن نسعد بقدومكم لنا، ونسعد بمشاركتكم لنا لنجاحاتنا، ونتمنى دائما نكون على قد ثقتكم.